يا رب لقد ضعفت ولا غيرك يقويني، ولقد يئست ولم أفقد فيك يقيني، ولقد ضللت ولا سواك يهديني، ولقد غرقت وأنت وحدك منجيني. يا رب اجعل عفوك عني دائم، ورضاك علي قائم، واجعلني من الذنوب نادم، ولباب توبتك قائم. اللهم امنحني القوة لأقاوم نفسي، والشجاعة لأواجه ضعفي، واليقين لأتقبل قدري، والرضا ليرتاح عقلي، والفهم ليطمئن قلبي. اللهم لا تجعلني وجعل لأحد، ولا تجعلني ثقلا على قلب أحد، ولا تجعلني سببا في بكاء أحد، واجعلني يا الله كغيمة مرت وروت ثم ولت وأمطرت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام. اللهم قوني بك حين يقل صبري، ولا تتركني حين يغلب أمري، وكن معي حين يضيق صدري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري. اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الأقرباء، ومن غدر الأصدقاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك، ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك، ولا تنسانا من عفوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكائل البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد نقاط الأمطار. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجا إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم
اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا. اللهم يا من حفظت الحبيب في الغار، ويا من نجيت الخليل من النار، ويا من جعلت الجنة تجري من تحتها الأنهار، اجعلنا من الصالحين الأبرار، ونجنا من جميع الأخطار، واجمعنا بالرسول مع الأخيار في جنتك دار القرار. اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، وكشف الضر عن أيوب في بلواه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا وما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وفتحا مبينا، وحسابا يسيرا، وجنة وحريرا. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم كن معي في بكاء الليل، ولا تجعلني من أصحاب الويل. يا رب فقد ضاقت الأسباب، وأغلقت الأبواب، فردنا إلى الصواب، وأبعد عنا الهم والغم والاكتئاب. يا رب الأرباب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب. يا رب فلا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري، وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري. اللهم يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من يطلب عنده كل مقصود،
الأرض، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الواحد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وأمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وفتحا مبينا وحسابا يسيرا وجنة وحريرا. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي واقبل معذرتي. اللهم إنا نسألك عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوس يعلينا ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا. اللهم لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم ولا تجعلنا عبرة للأمم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيج والنحيب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا أهملنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر، فما لنا من قوة ولا ناصر ولا أمل إلا بك يا قاهر يا قادر يا غفار الذنوب يا ساتر العيوب يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. اللهم يا من حفظت الحبيب في الغار، ويا من نجيت الخليل من النار، ويا من جعلت الجنة تجري من تحتها الأنهار، اجعلنا من الصالحين الأبرار، ونجنا من جميع الأخطار، واجمعنا بالرسول مع الأخيار في جنتك دار القرار. اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، وكشف الضر عن أيوب في بلواه،
وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا وما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وفتحا مبينا، وحسابا يسيرا، وجنة وحريرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يهجره فيشقى. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون، فلا تطردنا من رحمتك، نحن بأيد مرتفعة، وقلوب منكسرة، وأعين دامعة، نطلب رحمتك ونرجو عفوك، فلا تردنا خائبين. يا من بيده حياتي، يا من إليه يرجع أمري كله، رب بيدك سعادتي وشقائي. يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم مهدا. يا من أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وأوجد وأبلى، ورفع وخفض، وأعز وأذل. يا من شق البحار، وكور الليل والنهار، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء. يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد. يا واسع الرحاب، يا فاتح الأبواب، يا قابل التوبة ممن تاب، يا عزيز يا وهاب، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب أعطنا النفس الراضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا بالعافية. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيالها،
اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك ولا تنسانا من عفوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكائل البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد نقاط الأمطار، يا من يقول للشيء كن فيكون